قدم الصور. طبعاً كما نلاحظ جموع من بلدية عين فكرون جيران الضحية وأقاربه. هذه صور حصرية طبعاً لقناة النهار من أمام منزل الضحية الطفل نصر الدين تلاخ صاحب ال5 سنوات والذي وجد مقتولاً صبيحة اليوم وأطرافه مقطعة ومرمية في كيس بلاستيكي. سيد بيطام، صور مؤثرة فعلا. لاحظوا انه المجتمع الجزائري يعني يندد يعني في الواقع، بغض النظر انك اشرت منذ قليل انه لابد انه يكون وعي لدى يعني الشعب، لكن عندما نلاحظ صور مماثلة كيفاش يتفاعل الجزائري مع هذه الامور؟ نعم، تشوفي هذه الصور، هذه شوف الساكن اللي خارج منه الضحية المرحوم، ساكن تاع الجزائر العميقة، واحد مواطن. يعني الجريمة هذه راهي تضرب كيما الغني كما الفقير في الجزائر، لا تستثني احد. ها، وتشوفي في المسيره هذه تاع، يبدو انها رايحين للجنازه رحمه الله هذا الطفل، هذا يبدو انه رايحين باش يدفنوه. شوف المطلب تاع الشعب، ينادي بالاعدام. لماذا لا نستجيب؟ لماذا لا نستجيب لهذا المطلب الشعبي؟ اور النصوص تاعنا القانونيه الحاليه الساريه تنص على عقوبه الاعدام. يجب ان نرفع التجميد عن تنفيذ عقوبه الاعدام فيما يتعلق بجرائم القتل. واللي عنده كلام واحد اخر نديروا مناظره قدام الشعب. لماذا تقتل القضيه في كل مره في حد ذاتها هذه القضايا تقتل؟ لاحظنا انه ما حدث لنهال يعني، واخذ فتره ربما فتره طويله لهذا تفاعلت معه كل يعني المجتمع اطرافه وحتى السياسيين حاولوا انهم يدخلوا في هذا الملف، لكن فيما بعد ماتت القضيه. وهذا سيناريو مرتقب مع ما حدث شوف اليوم. نقول لك لازلنا نراوح اماكن في الكلام. صحيح واش قاعده تقولي؟ قاعدين نتكلموا بصح ما جسدنا والو في الواقع. طيب الدوله قامت، السلطه قامت باللي عليها، اعطتنا مخطط الانذار. وانا قلت هذا ما يمكنش ينجح اذا ما يفعلوش المواطن. انا اقترح مثلا ندوه وطنيه تنظمها الحكومه. دوله الوزير الاول سي عبد الماكس اللي يتدخل ينظم لنا ندوه وطنيه فيها الائمه، فيها الفقهاء نتاع الدين، فيها علماء النفس، فيها رجال القانون، فيها رجال القضاء، فيها الجمعيات، نجتمعوا في ندوه وطنيه ونحاولوا نخرجوا ندرسوا ما هي الاسباب ونقترح الحلول. وكاين مطلب الشعبي هذا واحد ما يقدر يفوتو تاع تنفيذ عقوبه الاعدام. حان الوقت للسلطه للحكومه ان تستجيب لهذا المطلب. وساهل، انا اقترحت من هذا المنبر يا سيدي نديروا استفتاء شعبي. إذا كان رانا حشمانين ورانا خايفين من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الأجنبية، منظمة العفو، هل الناس هذو، نديروا استفتاء شعبي. الشعب كي تجي النتيجة، هل أنت مع تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا؟ في جرائم القتل باش نكون واضح، في جرائم القتل، جرائم الاقتصادية وكذا لا نحيو عقوبة، في جرائم القتل والتنكيل بالجثث، القصاص. احنا ما نعرفوش خير من رب العالمين. نديروا استفتاء. والنتيجة تاع الاستفتاء نقدموها في تقرير للمنظمات الدولية تاع، قال يا أخي أنا الشعب يطالب بالآخر، هاني راح نرفع التجميد على تنفيذ عقوبة الإعدام وراح ننفذه في مثل هذا الجرائم. سيد بيطام، هنا فقط ونحن نتحدث عن الجانب القانوني، هل فقط الجزائر متخوفة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أم أن هناك أسباب أخرى؟ وهنا أشير إلى نقطة. نعم. وأنت يعني في مجالك، مجال القانون، تأثير القانون الفرنسي على القانون الجزائري، ما مدى تأثيره في هذه النقطة؟ احنا تبعية. تبعية كبيرة للقوانين الفرنسية. اللهم في بعض الحالات نحي قانون الأسرة، نحي قانون الأسرة ماهوش مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 80-85%. قانون العقوبات، قانون الإجراءات، كل شيء ماخذينه من فرنسا. تبعية. يا أخي احنا عندنا خصوصياتنا تاع المجتمع تاعنا. ديننا وتقاليدنا وعاد لا ديما نتبعوا في الغرب، هاو الغرب راح هاو هما ما عندهمش عندهم بصح موش بهذه البشاعة اللي عندنا احنا. هما نسمعوا عندهم القتل هذا التلفزه الوسائل نتاعهم مره في برا في الشهرين في 3، احنا ولات اسبوعيا قد عندها قضيه نهال من اللي فاتت.
يعني تقريبا اصبحنا في وقت معين الولايات المتحده الامريكيه عاشت عندهم في بعض هذه المناطق انه استمعوا بجرائم قتل يعني بشعه، اصبحت الصوره نفسها في المجتمع الجزائري. وكذلك احنا قلت عندنا خصوصيتنا الراعيه وخصوصيه، انت رجع لك لسؤالك، ما كان سبب واحد اخر، بحثنا احنا كقانونيين كحقوقي، ما كان سبب واحد اخر الا مصادقه الجزائر على لوائح الامم المتحده التي صدرت سنه 2007، التي صدرت سنة 2000، وهاته ما يشرح تقيدها مية، تقدر الجزائر تتحلل منها. أنا نفهم التفكير تاع المسؤولين السياسيين في الجزائر، نفهم ماهوش سهل أختي هاجر باش نتحلوا من التزام دولي عواقبه ستكون وخيمة، تردي الآخر يدير عليك أمبارغو، ما يسهل. أنا فاهم تفكير السياسيين، لذلك أنا اقترحت قلت نديروا استفتاء شعبي، كي تروح قدام المنظمه الدوليه ويديروا التقارير وقال حقوق الانسان في الجزائر، قال يا اخي انا درت استفتاء، هذا مطلب شعبي، اغلبيه الشعب الجزائري تطالب بتنفيذ عقوبه الاعدام. طهر، ان انت موجود في ذلك المنصب لخدمه مطالب الشعب، موش ضد الشعب. الشعب درك عنده عامين هو يطالب بتفعيل عقوبه الاعدام وانت سكت، نديروا استفتاء، نعطيوك الحجه للمنظمات الدوليه، دير استفتاء وهاي النتيجه. ما هذيك الساعة المنظمات الدولية ما تقدرش تقول لك الجزائر تخرق حقوق الإنسان. طبعا سيد نجيب بيطان، في معرض حديثك نوهت إلى نقطة تتعلق بدور الجمعيات ودور مختلف الأطراف، لهذا يلتحق بنا عبر الهاتف السيد مصطفى خياطي، لكن هذه المرة بصفته رئيس مرصد حقوق الطفل. مساءك سعيد سيد مصطفى خياطي. مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين. شكرا لك سيد مصطفى خياطي. اليوم نتحدث عن مرصد حقوق الطفل، نتحدث كذلك عن مختلف الجمعيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل، موقفكم فيما يتعلق بهذا ودوركم كذلك، خاصة وأن هذه الحوادث في كل مرة تتكرر. الحقيقة أنا أظن أن تكرار هذه الجرائم المفجعة في المجتمع الجزائري يعكس ربما مرض في ينخر المجتمع من الداخل، وبالتالي جانب هذا الاختطافات هو إلا جانب من الجوانب تاع العنف الذي نراه يوميا في كل الامكنه. فلازم تكون هناك ربما استراتيجيه وطنيه لمحاربه هذا العنف في كل اشكاله وكل مظاهره في كل مستوياته، مع تطبيق القانون. تطبيق القانون في كل المستويات، وبالتالي ممكن اننا ربما راح نحاول اننا نغير مما نراه يوميا. صحيح انه كون انه نشوف انه كاين اختطافات بدات تتكرر في العالم، يعني اذا اخذنا اوروبا كاين اختطاف في السنه في سنتين في 3 سنوات، احنا رانا نشوف انه في 3 2 4 حتى 5 اختطافات في السنه، وبالتالي العدد يعني مهول بالنسبه لمجتمعنا. فكل اختطاف يحدث يعني ضجه كبيره من العواطف من الامور كذا. فربما فيما يخص الطفل تاع بلبواقي الامر سابق لاوانه اننا نعطي خلاصه، لان ننتظر التحقيقات لنعرف يعني خبايا هذه هذا الامر المؤلم. ولكن بالنسبه للامور الاخرى فهناك ربما كاين فيه خلاصات، وبالتالي كاين فيه قوانين في الجمهوريه لازم هذه القوانين تطبق، ولكن لازم كذلك القانون يعطي حق الشفاعة لولي الطفل أو لأهل الطفل. فإن أراد ربما أن ما يكونش فيه الإعدام ممكن أن يكون فيه السجن المؤبد، وبالتالي المهم هو تطبيق القانون ومحاربة العنف في كل مظاهره. ربما سيد نجيب بيطام يريد يتدخل فيما يتعلق بحق الشفاعة، ربما لا يوافق الرأي 100%، هل تسمح بذلك؟ طبعا سيد مصطفى خياطي، هل أنت معنا؟ نعم. سيد نجيب بيطام لديه فقط تعقيب على هذه النقطة. شكرا لضيفك. مصطفى مساء الخير. سي مصطفى خياطي أحترمه كثيرا، والاختلاف رحمة، وأنا لا أوافقه في مسألة السجن المؤبد فيما يتعلق بجريمة كما هذه مهما كان الدافع لها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا رب العالمين، احنا ما نعرفوش خير من رب العالمين. اذا انا
أنا من مؤيدي والمطالبين بتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام. علاش؟ لأن المتحججين بعدم نجاعة عقوبة الإعدام يقول لك لا نديوه كي نعدموه خلاص انتهى الأمر. يقول لك بار كونتر اللي نحكموا عليه بالمؤبد يقعد حياته كامل هو يتألم. هذا منظور بشري. المنظور الإلهي يطلب منا القصاص بشروط لازم أهل الضحية يقبلوا. وحنا باش تحكم في الإعدام في الجزائر يفوت على عدة محاكمات، محكمة الجنايات ثم الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا ثم تعاد المحاكمة، يعني حوالي 5-6 محاكمات على 5-6 تشكيلات مختلفة باش يثبتوا حكم الإعدام. أنا ما نفهمش جريمة كما هذه براءة ربع سنين يعني تصوروه معايا في الصورة، صوروه معايا راهو حي مسكين والجاني حكموا طيحوا في الأرض وحطلوا الموس على الرقبة، اللحظات هذيك اللي يعيشها ثم يقطعوا يذبحوا ويعاود يقطعوا بالساطور ويديروا في كيس ويديه لمو بحذا الباب يحطوا بحذا الباب تاع يمه وين تسكن يمه. هذا ينفع فيه المؤبد؟ ما ينفعش. هانا جربنا وعندنا 20 سنة ما طبقناش الإعدام، هاي ما جابتش نتيجة. كي كنا نطبقوا الإعدام في السبعينات والثمانينات والتسعينات ما كانتش هذا الجرائم. النهار حبسنا ما نطبقوش الإعدام كثرت جريمة القتل، ماهوش غير جرائم قتل الأطفال. نعاودوا ونرجعوا نشوفوا نطبقوا عقوبة الإعدام ونشوفوا، وحتى نضع حد لهذا الاختلاف. نروحوا للشعب يا أخي، رانا في بلد ديمقراطي، لماذا تريد الأقلية فرض رأيها على الأغلبية؟ نروحوا للشعب عن طريق استفتاء. إذا قال الشعب يا سيدي نفذوا الإعدام نفذوا، إذا قال الشعب لا رحمة بالقاتلين حطوهم في الحباس ياكلوا ويشربوا معززين مكرمين نديروا رأي الشعب. تتحصل سيد جيبيطام. سيد مصطفى خياطي ربما لا بالحقيقة ما فيش اختلاف، ربما السيد جيبيطام ما فهمش ربما القصد تاعي، ولكن احنا من 2013 كنا طالبنا بتطبيق الإعدام في حالة خطف واغتصاب وقتل الأطفال، وربما كنا من أوائل في هذا الموضوع، ولكن الآن كاين فيه ربما أشياء أخرى وربما. ما هي هذه الأشياء سيد مصطفى خياطي؟ نعم، الأشياء هو أنه يعني النقاش لازم يفتح لكل شرائح المجتمع. هذا رأي تاع القانون، هذا رأي أهل الاجتماع، هذا رأي أهل الدين، ثم يكون فيه ربما ائتلاف حول رأي. ولكن كاين هناك قوانين في الجمهورية لازم هذه القوانين تطبق إذا أردنا أن نقاوم العنف في كل مظاهره. سيد مصطفى خياطي، فقط حتى نختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة، تحدثنا مع السيد نجيب بيطام منذ قليل عن المخطط الإنذار وغيره، وكذلك أشار سيد نجيب بيطام إلى فكرة أنه لابد أن يكون هناك ائتلاف ما بين مختلف أطراف المجتمع من أجل الوقوف، يعني سواء الجمعيات مثل الأمر بالنسبة لمرصدكم، أنهم كلها تتحرك اليوم ولا يبقى مجرد حديث وكلام. لا، هو مخطط الإنذار هو آلة من آلات الردع المبكر لتفادي ربما قتل الضحية بعد الاختطاف. كل ما كان يطبق بسرعة إلا وفيه احتمال أو إمكانية أننا نصفر بالطفل الحي، وبالتالي ما لازمش نعطوه أكثر من معنى، ولكن لازم لما يكون التطبيق تاع هذا الآلية لازم يكون فيه تجنيد كل شرائح المجتمع. ما وقع الآن في أم البوادي للبحث عن الضحية يبين أن الشعب يعني صحيح أنه رجال الأمن جاءوا وبدأوا يحوسوا، ولكن كل القرية، كل أهل القرية شاركوا في هذا. فإذا حبينا أنه الأمر ينجح لازم يكون فيه تجنيد عام في لحظات مهمة جدا لتفادي أن الطفل يقتل أو يؤخذ إلى جهة غير معروف. اتضحت الصورة سيد مصطفى خياطي رئيس مرصد حقوق الطفل، جزيل شكر لك على هذه المداخلة. شكرا، بارك الله فيك، وشكرا لضيفك. شكرا لك سيدي. إذن سيد نجيب بيطام، الآن أريد أن أتوقف عند نقطة تتعلق بحتى جرائم القتل ضد البالغين، يعني إذا كان ممكن فقط الصور المتعلقة بالشاب الذي يبلغ 25 سنة. هنا الحالة مختلة عقليا، هو ما اعتدى من يعتدى عليه. المعلومات تشير بأنه
الاعتداء، يعني هذا الشخص معروف لدى الجهاد وتم القبض عنه عليه، لكن تم إخلاء سبيله بعد ذلك بصفته مختل عقليا. هنا القانون، يعني نحن نتحدث طبعا حقوق الطفل فيما يتعلق بما يحدث من جرائم قتل، لكن بالنسبة للبالغين كذلك. نعم، هو المجنون في هذه الحالة هذه مرفوع عليه القلم إذا كان ثبت بخبرة طبية. نعم، ولكن أنا معك في الرأي. نرى في شوارع مدننا في الجزائر مجانين يشكلون خطر على حياة المرأة، خاصة على الفئات الضعيفة، على الأطفال والنساء خاصة، ولا تتحرك السلطات. أنت تعرفي هذه المسؤولية، مسؤولية من؟ مسؤولية السلطات المحلية البلدية بالدرجة الأولى، هي اللي عليها واجب باش تروح تشوف المجانين اللي يدوروا ويشكلوا خطر، تهزهم تديهم تحطهم في مصحات عقليه، لان اغلب هؤلاء الاغلبيه تاعهم ما عندهمش اهالي، ما عندهمش عائلات معروفه. تلقاي واحد مسكين جاي من الصحراء هايم في الجزائر العاصمه ويشكل خطر على الاشخاص وعلى الممتلكات نتاعهم. تلقاي انسان مجنون يمشي بالعصا يكسر في السيارات. هذه مسؤوليه السلطات المحليه ومسؤوليه المواطن في الاخطار في الابلاغ. المواطن فقد الثقة في السلطات المحلية، عاد يقول لك أنا نهز التليفون نعيط البلدي، يقول لك احنا هذه ماهيش أولوية، ولا عقلية أنا وخاطيني ماهوش يضرب فيا ماهوش يضرب في السيارة تاعي الله يسهل عليه. هني قلت لك مسألة الثقافة وتنمية الحس المدني ضرورية عندنا في الجزائر. هذا القضايا اللي تكلمت عليه مدو تاع المجانين اللي تسبوا في هذه مسؤوليه السلطات، ما فيهاش القانون ليس لديه دخل يعني فيما يتعلق يعني وضعيه هذا الجاني فيما بعد قانونيا. شوف كي يعودوا الاهل تاعو باينينها من رحم العائله، العائله تتحمل المسؤوليه لانها يقع على عاتقها هي تحتفظ بهذا الولد نتاعها اللي يشكل خطر على المجتمع ولا تخطر الجهات. ولكن اللي الحالات الشائعه هي انه ناس مساكن ابتليوا بمرض الجنون يهومون في الشوارع ولا نعرف لهم يعني العائله تحم. هذه هنا المفروض البلديه تتدخل بتسخيرات مع الحمايه المدنيه، يهزوا الشخص هذا ويديوه يحطوه في المصح. البلديه ما قاعداش تقوم بهذا الدور، ما قاعداش تقوم بهذه الادوار. هذه صح، هذه مسؤولية موش ديما نبريو المؤسسات تاع الدولة، موش ديما نبريوها لما تكون الأمور ماهيش على مسؤوليتها. صح، في قضايا كيما هذو تاع مسؤولية البلدية. حاجة واحدة أخرى، الحيوانات الهائمة، هاني منا نغتنم الفرصة ونوجه نداء للبرلمان تاعنا يديروا قانون ينظم مسألة هذه الحيوانات الأليفة التي تشكل خطر على يا اخي. ديما نهزوا قوانين من فرنسا، اي نروحوا لفرنسا ونجيبوا القانون اللي ينظم مساله هذيك. هما يفرضوا في فرنسا كل انسان عنده اكرمكم الله كلب لازم يسوقوا بالحبل. روحوا جيبوا القانون ديروا هاني انذرتكم قبل ما توقع كوارث، وقانت النهار تناولتوا انتم حتى الطفل اللي تلاح عليه الكلب الاخر. علاش؟ عندنا فراغ قانوني. اصبحت هذه الكلاب للتزين، يجيبهم الشباب هذو يجيب يتزين يروح الجامعات لي ليسي الاماكن وين كاين نساء بزاف ويطلقوا الكلاب، اصبحوا حتى يستعملوهم في السرقات، يهددوا به من النساء ويهددوا به بالولاد الصغار باش يسرقوهم. فيه فراغ تشريعي. هاني نبهتكم ديروا لنا قانون يلزم هؤلاء الاشخاص، كل واحد عنده حيوان اليف يحب يمشيه لبرا يستعمل هذاك الحبل، وبطول 3 امتار باش ما نطيحوش في الفخ اللي طاحت فيه القانون الفرنسي النهار الاول. قال حبل عاد جماعه دير حبال تاع 50 متر، دونك ولينا قعدنا في الاخر. هذا فراغ تشريعي، هاو رجل القانون نبهكم ليه، ديروا لنا القانون هذا وما تقعدوا ساكتين يزيد يعضوا الكلاب ولادنا ونبقاو ديما في حلقه مفرغه. نبهت لهذه ونبهت لجريمه الشعوذه والرقيه التي تمارس بدون رقابه، الرقيه الشرعيه التي تمارس ذوك خلاص ما نقدروش اختي هزر، ما نقدروش نركزوا غير ديما نتهموا مصالح الامن والسلطه القضائيه. ماذو براء مساكن مصالح الامن تقوم بدورها، القضاة يحكمون بالاعدام، علاش نحملهم المسؤوليه؟ يحكمون بالاعدام ولا تنفذ الاحكام. خلاص دوك نروحوا لحوايج واحده اخرى، التينا بهذه الجهات لقينا الخلل موش فيها، مصالح الامن في كل مكان موجوده تنتظر انذار المواطن، المواطن لا يقوم بدوره، لماذا تحمل الشرطي المسؤوليه؟ انت تشوف انسان داخل يسرق دار جارك وسكت، ما تهش الهاتف تكلم الشرطه لانك تقول خاطي راسي وتخافي في قبيه جاري يدير كذا، ما تحملش مسؤوليه مصالح الامن.
إذن الآن نروحوا نكافحوا المسببات التي تؤدي إلى هذه الهجرة. تكلمت على العام اللي فات من هذا المنبر، تكلمت على البطاقة الوطنية للمسبوقين قضايا في جرائم الخلاء. الحمد لله وزير العدل استجاب منذ شرعه وداروا مشروع تاع البطاقة الوطنية للمسبوقين القضائيين في الجرائم الأخلاقية وجرائم الأطفال. أنا أطالب اليوم بوضع قوانين صارمة بحيث ما يمكنش تمارس الرقية الشرعية إلا برخصة خاصة من وزارة الشؤون الدينية، من مديريات تاع الأخر، ونشدوا في العقوبات تاع الشعوذة ونفعل عقوبة الإعدام. وعلى عام إن شاء الله لحيانا ربي نتلقى ونشوفوا النتائج، فيها نتائج ولا ما كانش نتائج. هذا ما نتمناه المحامي نجيب بطام. جزيل الشكر لك على الحضور وكل المعلومات التي قدمتها. شكرا لك. عفوا سيدتي. إذن قبل أن نمر